أهلا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة التطورات الميدانية في الجبهات المحاذية لمأرب. تصدت قوات الجيش لهجوم واسع شنته ميليشيا الحوثي على مواقع متفرقة في صرواح غرب مأرب. وقال مصدر عسكري لقناة بلقيس إن قتلى وجرحى من الحوثيين سقطوا خلال المواجهات، فيما تم أسر 10 من عناصر الميليشيا، مؤكدا تصدي الجيش لهجوم للميليشيا باتجاه معسكر كوفل. وأضاف المصدر أن طائرات التحالف نفذت عددا من الغارات مستهدفة مواقع وتحصينات الميليشيا، كما استهدفت مدفعية الجيش تعزيزات الحوثيين بمديرية صرواح وأعطبت آليات عسكرية. هنا، هل ما تقوم به السلطة الشرعية اليوم كاف لكي تنقذ مأرب من مصير الجوف؟ ولماذا المجتمع الدولي والأمم المتحدة لا تحضر عندما تصعد ميليشيا الحوثي هجماتها على مناطق سيطرة الشرعية؟ قبل النقاش نذهب لمشاهدة هذا التقرير ومن ثم نعود. توقفت الجبهات جميعا لكي يتاح للحوثيين فرصة خنق مأرب والتوجه نحو مدينتها، ذاك ما بات يعتقده كثير من اليمنيين في وصفهم لتعامل الشرعية والتحالف مع ميليشيا الحوثي، اعتقاد ربما يستند إلى التطورات في الميدان والتي تقول إن جبهات نهم شرق صنعاء وكوفل بمأرب تشهد معارك هي الأقوى بين قوات الجيش الوطني وميليشيا الحوثي. وذكرت مصادر عسكرية ميدانية في صرواح إن قوات الجيش الوطني أفشلت هجوما كبيرا للحوثيين كانوا يحشدون له منذ أيام لاقتحام مديرية صرواح ومحاولة السيطرة على منطقتي المخدرة والحمراء ومعسكر كوفل، لكن الهجوم سرعان ما انكسر وتحولت نتيجة المعارك لصالح قوات الجيش التي قادت هجوما مضادا ضد الحوثيين. وكانت قوات الجيش قد أعدت لهذه المعركة منذ بدء حشود الحوثيين، وهو الأمر الذي أسهم في خسارة الحوثيين لأغلب قواتهم المشاركة. المصادر أوضحت أن هجوم الحوثيين بدأ من جهة الميسرة في صرواح وأيضا من جهة معسكر كوفل، بعد أن حاول الحوثيون الدفع بمجاميع للتسلل عبر عدة تباب، لكنهم خسروها بعد أن تم تدمير القوة التي نزلت إلى طريق الإزفلت الرئيس. تزامن ذلك مع تمكن قوات الجيش الوطني من إفشال هجوم آخر للحوثيين في جبهتي قانية والوهابية بين البيضاء ومأرب بمساعدة طيران التحالف. الواضح إذن أن هناك تصعيداً للمواجهات في الجبهات المحادية لمأرب، وأن ميليشيا الحوثي تسعى لتضييق الحصار أكثر فأكثر على أهم معاقل الشرعية اليمنية. إذن لمناقشة أوسع حول هذا الموضوع ينضم إلينا من إسطنبول المحلل السياسي الدكتور عادل المسني، وأيضا ينضم إلينا من مأرب الكاتب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. مرحبا بكما معنا. نبدأ بالسيد عادل المسني، كيف تقيم الوضع في مأرب في ظل الأنباء التي تتحدث عن هجوم حوثي على مواقع الجيش في مأرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أعتقد أن هذه المعركة هي معركة يعني مهمة جدا في سياق تعزيز المعنويات في مأرب للجيش الوطني وللمقاومة الشعبية والقبائل هناك، والتي تتعرض لضغط شديد بعد سقوط الجوف. لكن هذا الانتصار الكبير التي استطاعت أن تسحق به قوات الميليشيا الحوثية وتأسر الكثير من الجنود يعني له تداعيات كبيرة جدا على المعنويات الحوثية في الحقيقة، والتي تشعر بأن مأرب عصية دائما. مأرب يعني صمدت في المعركة الأولى حينما سقط اليمن كله في براثن الانقلاب الحوثي وبقيت مأرب، والآن مأرب هي التي ستغير المعادلة في هذه المعركة الكبيرة. الآن مأرب تدشن هذا الانتصار الكبير، وهذا نصر كبير لكل اليمن ولكل اليمنيين، وأعتقد أنه سيكون له يعني ما بعده. وهذا الانتصار يحسب للجيش الوطني وللمقاومة الشعبية وللقبائل في مأرب، والتي استطاعت أن تغير المعادلة اليوم، وسيكتب التاريخ أن هذا الانتصار سيسوق انتصارات كبيرة في طريق استرداد الوطن والعاصمة صنعاء. نعم، نعود إلى ضيفنا عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، إذن السيد الدكتور عادل المسني يتحدث على أن
ما حدث من تصعيد في مأرب هو يعني يحسب لمأرب ويحسب لتصديها وتعزيز القوات فيها سواء كان من الجيش أو من التحالف. إلى أي مدى يمكن أن ينجح الجيش في الحفاظ على محافظة مأرب خاصة في ظل هجوم الحوثي عليها؟ نعم أخي الكريم، تحية لك ولضيفك الكريم من اسطنبول. طبعا ما حدث بالميليشيات اعتقدت بأن الأمور مواقية لها كما حدث في الجوف وكما حدث في فرضتهم. الجيش كان على يقظة وعلى دراية استخباراتية بحسب حديث قائد عسكري هنا في مأرب على دراية بهذا الهجوم، وتم سحب كافة العناصر التابعة لميليشيات الحوثي وهي حاولت أن تربك من خلال جبهة قانية الوهبية وأيضا جبهة صلاح هيلان المشرق، وتمكنت قوات الجيش من إلحاق هزيمة كبيرة بهذه الميليشيات، وما يؤكد بأن الميليشيات تلقت ضربات عنيفة وموجعة لها. أقدمت طبعا بإطلاق 3 صواريخ خلال 24 ساعة الماضية، صواريخ باليستية لتنتقل من الحاضنة في مأرب كعادتها عندما تهجم في الكثير من الهجمات والتسللات العبثية وتدج بعناصرها في الحديدة في الضالع في الجوف، تقوم بالانتقام من المدنيين وخصوصا مدينة مأرب في المناطق السكنية، وهناك 4 جرحى اثنين ثم وهناك ايضا اصابات 5 محلات تجاريه وتضررت منازل جراء هذا القصف الصاروخي. وبالتالي فان الميليشيات كعادتها تنتقل من الحاضنه الشعبيه لقوات الجيش كما تفعل في العديد من مناطق القتال، وبالتالي فاعتقادي بان الميليشيات تلقت درسا كبيرا امام قوه وصلابه الجيش الوطني الذي لقنها الكثير من الدروس. هناك العديد من الاسرى، هناك العشرات من القتلى والجرحى في الجبهه إضافة إلى. لكن سيد عبد الحفيظ، لو نعم. لو قاطعتك، أنت تتحدث على أن ما حدث هو يشكل يقظة وقوة ردع غير عادية للجيش، بالتالي ما هي الأسباب التي دفعت الجيش كما يرى مراقبون عسكريون للتراجع وهو الذي كان يملك زمام المبادرة والهجوم في البداية، ومن يتحمل مسؤولية هذا التراجع؟ في مأرب لم يحدث تراجع حتى هذه اللحظة، بالعكس الجيش كان مبادرا. أنا أقصد ما حدث في الجوف وسقوط الجوف بيد الحوثيين. نعم طبعا هناك تحديات يواجهها الجيش، وهناك محاولة لإطلاقه وطعنه من الخلف كما يحدث من قبل الميليشيات الانتقالية في الجنوب، إضافة إلى محاولة الاستنزاف في هذه الجبهات الجنوبية من قبل الميليشيات الانتقالية، وإرباك من خلال بعض الغارات التي تقوم بها الطيران الإماراتي على طبعا هذه تؤثر على مساء المعركة، لكن قوة الجيش يبدو أنه في أفرادهم وما حدث أيضا في منطقة الحد محافظة، وأصبح مبادرا في جبهات مأرب. هناك حشود كثيرة لقوة الجيش حتى هذه اللحظة واستعدادات للتحضير لمعركة حاسمة لمنطقة الحد محافظة الجوف. والجيش أيضا نعم. كان إذا حشود واستعدادات كبيرة سيد عبد الحفيظ، نعود إلى نعم إذن حشود واستعدادات كبيرة في مأرب كما ذكرتها سيد عبد الحفيظ. نعود إلى سيد عادل المسني، إذن المتتبع لخارطة المعارك هناك في مأرب والمواجهات خاصة في الجبهات المحاذية لمحافظة مأرب من جهات البيضاء ونهم والجوف، هل يعني أن الحوثي الآن يسعى لحصار مأرب تمهيداً لإسقاطها من وجهة نظر عسكرية واستراتيجية؟ طبعا الحوثي في خضم هذه الانتصارات الأخيرة التي حققها وسط التحالف والشرعية يريد أن يستكمل هذا النصر اتجاه مأرب، خاصة أن مأرب يعني تعتبر هي القلعة الكبيرة وهي يعني نواة الشرعية، فيها الجيش الوطني والقبائل الكبيرة الرافضة للحوثي، وبالتالي وفيها النصر، والحوثي يريد السيطرة على منافع الطاقة والنفط هناك فيها في
يعني خطوة مهمة جدا لتقوية نفوذه في كامل الشمال، لكن المعرب يعني قوية ولا يمكن أبدا أن تسلم ولا يمكن أن تنكسر. المعرب غير الجوف، الجوف منطقة متراضية، منطقة صحراوية واسعة، وأيضا هناك يعني نفوذ وقبائل وقصدي وبعض الحاضنة للحوثيين مثل أيضا في يعني الهاشميين الموجودين والذين أيضا ساهموا في إسقاط هذه المحافظة، فضلا عن أن التحالف يعني الكفاءة عن دعم الجيش الوطني، خاصة أن هذه المحافظة هي منطقة صحراوية واسعة، كان يمكن للطيران التحالف أن يلعب دورا كبيرا في كسر الميليشيات الحوثية. لكن أعتقد أنه مارب تختلف تماما، الجيش الوطني يعني كله في مارب، القبائل هناك قوية ومستعدة. لكن بعيدا سيد عادل، بعيدا عن القبائل في مأرب والحاضنة التي ساعدت الحوثيين على سقوط الجوف، هل لا تزال الشرعية كشرعية وكجانب عسكري والتحالف أيضا قادرين على حماية مأرب بعد أن فشلت في الجوف؟ الحقيقة أنه يعني مأرب يعني لذاتها قوة كبيرة فيما قلنا نتيجة لهذه المكونات الممثلة أيضا بالقبائل والمقاومة الشعبية، وهناك أيضا حاضنة شعبية. أنت تقصد أن التعويل الآن أنت يعني تبتعد عن التعويل على سواء كان قوات الجيش أو التحالف، أنت الآن تتحدث على أنه يجب الاعتماد على الجانب الشعبي والقبلي والحاضنة الرافضة للحوثيين، فهي يعني الحامي الرئيسي لمحافظة مأرب. في الحقيقة لا يمكن التعويل على التحالف، فالتحالف يعني قربناه في معارك كثيرة، يعني خذل الشرعية وخذل أيضا الجيش الوطني، الرهان على التحالف هو هزيمة محققة، لكن يجب التعويل يعني في النهاية على الجيش الوطني، على المقاومة الشعبية، على القبائل، على القوة الذاتية الموجودة في هذه المحافظة، خاصة أن مأرب الآن أصبحت تحتضن الملايين من اليمنيين والجميع لديه التضحية الكبيرة للمحافظة على مأرب باعتبارها يعني الآن تمثل هي فوق مكان المشروع الوطني والشرعية، وبالتالي يجب أن نكون واضحين وواقعين في هذه المسألة. التحالف والشرعية سيتعامل مع المقاومة الشعبية ومع الجيش الوطني إذا استطاع أن يحقق إنجازا كما رأيناه اليوم في هذا الانتصار الكبير الذي استطاع أن يكسر الحوثيين ويشتت شمولهم ويأتر الكثير منهم، وبالتالي سيجد نفسه مكبرا في دعم قوات الجيش الوطني. نعم. نعم. ننقل هذا التساؤل. نعم ننقل أيضا هذا التساؤل يا سيد عبد الحفيظ الحطامي، كيف تقيم موقف الشرعية والتحالف مما يحدث في مأرب ودورهم في الدفاع عنها؟ عبد الحفيظ الحطامي، يبدو أن فقدنا الاتصال، سقطنا، يبدو أن الاتصال سقط مع السيد عبد الحفيظ الحطامي، كان معنا من مأرب. نعود إلى ضيفنا من اسطنبول المحلل السياسي الدكتور عادل المسني. الدكتور عادل، إذن هل يمكن الربط بين الهجوم الأخير على مأرب وبين زيارة المبعوث الأممي للمحافظة قبل أيام والتي لم تخرج بأي نتائج؟ المبعوث الأممي في الحقيقة لا يعني هو يهدف في النهاية إلى تغطية الخروقات الحوثية سواء فيما يعني يجري في الحديدة، كان هناك يعني خطاب على هذه الميليشيا حينما استطاعت أيضا قوة التحالف الزحف وهزيمة الحوثيين في هذا الثغر المهم والميناء الرئيسي الذي يربط الحوثيين في العالم الخارجي وأيضا بإيران، كان للأمم المتحدة دور كبير والمجتمع الدولي أيضا في إيقاف هذه الزحوف وبالتالي حماية الحوثيين من أي انتصار يمكن أن يلحق بهم من قبل الحديدة. الآن في مأرب أيضا كان هناك يعني هجوم بري كبير للحوثيين في نهم وأيضا في الجوف، لم نشهد أي فعلا دور حقيقي وجدي وقوي كما كان في الحديدة لهذا للمجتمع الدولي، لكن في الحقيقة هو يحال أيضا التغطية حينما يكون هناك زحوف وهناك انتصار الحوثيين. إذن لماذا إذا في ضوء كلامك سيد عادل، لماذا تحضر الأمم المتحدة في مواجهات الحديدة وتغيب حين يتعلق الوضع بمأرب والجوف بشكل صارخ؟
هو يعكس في الحقيقة وجهة نظر المجتمع الدولي واهتمامه أيضا فيما يتعلق أيضا يعني دعم الميليشيا الحوثية في اليمن. الأمم المتحدة بالمئة تعكس يعني رؤى الدول الكبرى فيه، وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية خطها واضح في الشرق الأوسط وفي اليمن أيضا، وهو دعم الأقليات ما يسمى بالأقليات ودعم الميليشيا الحوثية لأسباب تهم الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تلخصها في مقاومة أيضا الإرهاب في اليمن. لكن الواضح أن الأمم المتحدة أيضا تسير خلف هذه السياسات وخلف هذه الاستراتيجية الأمريكية، وهي منذ البداية كانت يعني ترعى ممثلة بن عمر ترعى التقدم الحوثي، وكانت تقدم لكن مع أيضا الحوثيين حينما أسقطوا صنعاء، وأيضا كما اليمن لم يكن هناك أي دور جدي للأمم المتحدة في يعني سقوط اليمن كله بيد ميليشيا وليست حتى هز سياسي. ورأينا كيف يعني حضرت بقوة في الحديدة واستطاعت فعلا أن توقف التقدم التحالف وحمت الحوثيين، ولا زالت عند أي خروقات فيما يتعلق أيضا في الحديدة نجد أن هناك تحرك جدي وقوي للأمم المتحدة، ونرى أيضا أن المبعوث الأممي والمجتمع الدولي يتعامل بشكل مختلف تماما كما يعني عن بقية ما يجري في اليمن. نعم. وهذا يعكس في الحقيقة يعني موقف الجدي للمجتمع الدولي وللأمم المتحدة ولمبعوثه فيما يتعلق. نعم. أيضا بالحوثيين في اليمن. نعم، تفضل بالبقاء معي. نعود إلى ضيفنا من مأرب الكاتب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي. سيد عبد الحفيظ، كنت قد سألت عن كيف تقيم موقف الشرعية والتحالف فيما يحدث في مأرب، خاصة بعد سقوط الجوف في يد الحوثي. نعم، اعتقادي أن الشرعية اتفقت بعد سقوط المجلس الحزم بمحافظة الجوف، وطبعا هناك العديد من الوزراء والوزارات وصلوا إلى مدينة مأرب، وإضافة إلى الدور الذي تلعبه وزارة الدفاع وقوات الجيش وهيئة الأركان في التعاطي الجدية مع ما يحدث في الجوف في مفرطين. هناك استعدادات ليس فقط للدفاع عن المأرب بل لتحرير المناطق التي تخطى في يد الميليشيات سواء في فرطين أو في القوات الحرب، لكن يجب على الشرعية ألا تكتفي. إذا نعتذر لسيد عبد الحفيظ الحطامي، كان معنا من مأرب لسوء للتواصل معه. نعود إلى ضيفنا من اسطنبول الدكتور عادل المسني. سيد عادل، هنا لو سألنا هل لا زال يمكن الوثوق بالأمم المتحدة للعب دور للسلام في البلاد في ظل تجاهلها كما ذكرت لما يحدث في محافظة مأرب؟ في الحقيقة الأمم المتحدة يعني لا تريد تحقيق السلام، وليس بيدها في الحقيقة يعني إنجاز يعني تحقيق السلام. السلام مرتبط بالنوايا المتقاتلين في الداخل اليمني والإقليم أيضا والمجتمع والدول الكبرى، وبالتالي لا يبدو أن هناك مؤشرات تدل على انفراج فيما يتعلق بهذه الأطراف، سواء المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف في اليمن أو إيران التي تدعم الحوثيين، ولا أيضا بين الشرعية والحوثيين، فضلا أيضا عن التغير في الرؤية والاستراتيجية الأمريكية فيما يتعلق أيضا بالصراع في المنطقة بكاملة. فبالتالي الاستمرار الحرب يعني عنوان الموقف وعنوان المشهد في اليمن هو الاستمرار في الحرب، والأمم المتحدة تحاول أيضا في خطها الأول الدفاع عن الحركة الحوثية في اليمن، وهذا واضح من خلال ستوكهولم ومن خلال أيضا منع التحالف من فتح أي جبهة جديدة في الحديدة، حتى فيما عندما يترافق الأمر مع فتح جبهة كبيرة وحملة برية واسعة وهجوم كبير يقوده الحوثي، يشتد قلق الأمم المتحدة من أن تكرر هذه الحرب وتنعكس أيضا على الحديدة وعلى أي أطراف أخرى في
اليمن بما يشكل ضغط كبير على الحركة الحوثية ويؤدي إلى انهيار ستوكهولم وانهيار الحركة الحوثية ذاتها، وبالتالي يتشدد على هذا المسار. المتحدة تريد أن تبقي الحرب حيث يريد الحوثي ولا تريد التداعيات أن تنعكس على بقية الملفات. وهذه إذن سيد عادل، إذن كما أشرت، إذن تحول الجميع أو متفق الجميع على أن عنوان المشهد في اليمن هو استمرار الحرب وأيضا تحول مأرب لبؤرة مواجهات. المواطن في مأرب ماذا عنه؟ على من يعول صراحة في الذود عن المدينة الآن؟ مأرب يعني هي المعركة الأم في اليمن، وهي المحافظة التي يعول عليها كل اليمنيين وليس فقط أبناء مأرب. مأرب فيها يعني قلنا تجمع كبير لقوى لأكثر من 3 مليون من اليمنيين هناك، وأصبحت هي العاصمة الحقيقية التي تأوي كل اليمنيين، وبالتالي بها المقاومة الشعبية وبها الجيش الوطني وقبائل قوية وكبيرة. ومأرب يعني هي التي ستغير المشهد كامله. الجوفي ونهم أيضا سقطت، كانت يعني قديما بيد الحوثي والآن استعادها الحوثي، لكن مأرب لم تسقط قط في يد الحوثيين، ومأرب قوية واستطاعت أن تكسر الحوثيين في أيام نشوتهم الأولى حينما كانوا أيضا حينما سقطت تعز وعدن وكل اليمن، لم يستطع الحوثي دخول مأرب ولا ومأرب اليوم يعني بشكل يعني قصدي بشكل أفضل ومعنوياتها عالية، وهي تحرز دائما انتصارات، واليوم هذا أكبر دليل على أن مأرب في هذا الظرف الحرج التي الشرعية تعيش حالة شلل كبير، وهناك أيضا مشاكل كبيرة في الجنوب مع التحالف، وأيضا الحوثيين أسقطوا الجوف ومعنوياتهم عالية، إلا رغم ذلك ينتكسوا وينكسروا ويندحروا ويؤثر أيضا منهم الكثير في هذه المعركة التي قلنا هي نقطة تحول، لأن في هذا التوقيت المهم التي تعاني فيها مأرب يعني حصار كبير وضغط شديد في الشمال والجنوب، تستطيع أيضا أن تغير المعادلة وتحرز نصرا كبير، وهذا قلنا سيفتح شهية أيضا الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل في مأرب لإحراز المزيد والمزيد من الانتصارات. شكرا لك الدكتور عادل المسني المحلل السياسي، كنت معنا من اسطنبول، وأيضا الشكر موصول للكاتب الصحفي عبد الحفيظ الحطامي كان معنا من مأرب، والشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام على حسن المتابعة، ولكم التحية مني ومن معد الحلقة ماهر أبو المجد، وإلى اللقاء.